مأساة فيرمنتل هاواي تعمق جراح سوق السيارات في مصر. سوق السيارات اتعرض لضربة قوية جديدة في الساعات اللي فاتت، لكن المرة دي كانت الضربة من القضاء والقدر والحظ السيء للي حاجزين سيارات ألمانية جديدة وكانوا مستنيين يستلموا مفاتيح عربياتهم الجديدة. يا ترى ايه اللي حصل؟ من ساعات كان في مركب ضخمة اسمها فيرمنتل هاواي محملة ب 3000 عربية تقريباً من المرسيدس والبي ام دبليو وباقي الماركات الألمانية الشهيرة، ما بينهم عربيات كهربائية أحدث موديل، ويدوب السفينة غدرت ألمانيا ووصلت ناحية شواطئ هولندا ووقعت الكارثة. فجأة النار هبت في المركب وحاول الطقم بتاعها يسيطر على الحريق، لكن النار ولعت في كل المكان واضطر طقم السفينة ينط في المية لحد ما جت الطيارات الهليكوبتر لإنقاذهم. علق أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات بمصر على الحريق الهائل اللي اندلع بسفينة شحن السيارات اللي كانت في طريقها لمصر، وقال أبو المجد إن سوق السيارات المصري أصلاً بيعيش فترة صعبة للغاية ولم يعد في مقدوره تحمل مزيد من الكوارث، ووصف حريق السفينة بأنه صدمة كبيرة ومخزون كبير بيصعب الأمر وهيكون أكثر سوءاً. وكشف أبو المجد إن حاجزي العربيات اللي على السفينة اللي ولعت مش هيخسروا حاجة من فلوسهم، لأن المسؤول والمتحمل الأول لمثل هذه الكارثة هي شركة التأمين. وعن العلامات التجارية المتضررة من الحريق، قالوا إن السيارات اللي بتدخل مصر قادمة من ألمانيا بتكون غالباً بي ام دبليو وأودي وفولكس فاجن ومرسيدس. السفينة المحترقة فيرمنتل هاواي والمسجلة بينما كانت بتحمل 2857 سيارة ما بينها 25 سيارة كهربائية تم شحنها من ميناء ألمانيا إلى ميناء بورسعيد بمصر. أوضح المتحدث الهولندي وفقاً لوكالة رويترز إن المؤشرات الأولية بتفيد بأن إحدى السيارات الكهربائية اللي كانت على متن السفينة هي المتسببة في اندلاع الحريق، مؤكداً أن السفينة ما تزال مشتعلة حتى الآن. بانكير نبض البنوك.